تسوية الخلافات بين المركز والإقليم كانت حاضرة في مباحثات رئيس الوزراء السوداني والرئيس الأمريكي جو بايدن، الانتخابات وتصدير النفط والرواتب، فيما أعلنت حكومة إقليم كردستان دعمها الكامل لتلك الزيارة بكل أجنداتها. ملف كردستان بكل التفاصيل الشائكة والمعقدة لم يغب عن مباحثات السودان في واشنطن التي يزورها حالياً، خاصة مع حزمة المشكلات القائمة الممتدة لسنوات عديدة. جو بايدن الرئيس الأمريكي شدد على تسوية وحل تلك الخلافات عبر الحوار، فاستقرار الإقليم مهم بالنسبة لأمريكا وفق قوله. أحد مطالبات الجانب الأمريكي حسم الخلافات مع إقليم، وهذا ما حصل بالفعل، وخاصة أهم نقطة هو إرسال حصة الموازنة عبر طريق الرواتب. بالنسبة لإقليم كردستان، علاقات إقليم كردستان مع الدول وبعثات الدبلوماسية هي حسب الاستخصاصات الاستحقاقات الموجودة بالمادة الدستورية 121، يحق لإقليم كردستان استخدام صلاحياته الدستورية والقضائية، العفو التنفيذية والقضائية والتشريعية. وسائل إعلام محلية في كردستان نقلت ما وصفته بمقتطفات على شكل أسئلة وأجوبة دارت بين السوداني ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. مشكلة إعادة تصدير نفط كردستان يمكن حلها بطريقتين، تتعلق الأولى بتعديل قانون الموازنة، والثانية بتعديل العقود الاستثمارية المبرمة بين الإقليم والشركات النفطية العالمية. العراق شمالا ووسطا وجنوبا عايش على واردات النفط، فاحنا لو بدال ما نعتمد على مصدر واحد اللي هو حاليا تصدير عن طريق البحر من الجنوب، فلماذا لا نحيي الامكانات المتاحه لدينا حاليا اللي هي خط الاستراتيجي القديم وكذلك خط اقليم كردستان. وفق بيان مشترك، 6 ملفات كانت حاضرة وجرى تأكيدها خلال زيارة السودان لواشنطن: السياسة والأمن والاقتصاد والاستثمار والبيئة وتعزيز الديمقراطية ومكافحة الجريمة المالية وتمويل الإرهاب، فيما تقف ملفات كردستان هي الأخرى مثل الانتخابات واستئناف تصدير النفط وتسليح قوات البيشمركة على أولويات المباحثات. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.